منتخبنا ومشاركته في البطولة، الحمد لله المنتخب ماشي على بخطى كويسة في تقدم. كل يوم بنسمع لاعبين زي ما قلت لحضرتك بيحترفوا وفي أندية كبيرة. أندية كبيرة طبعا. مشاركة منتخبنا في البطولة شايفه ازاي في التوقيت ده؟ والله انت البطولة لما جت في يوليا مفيش فترة إعداد ليها، لأن حتى أنت عارفة في عندنا في النظام في الاتحاد الدولي إن في أسابيع بتبقى معمولة للبطولات الودية وبتبقى مش مؤهلة، بتبقى استعداد في خطة للبطولات اللي الاستعداد. هي اللي بتتلعب. فأنت البطولة دي مش موجودة أساسا، فلما اتعملت مفيش ماتشات ودية تتعمل، ومفروض إن كل فرق أوروبا في الراحة. فحتى النهارده مثلا بتوع نيم اللي هو سند ودودو يخلصوا الماتشات النهارده، في اللي هو يحيى خالد وعلي زين اللي هو برشلونه وفيسبرينت اللي هو بتاع المجر، عندهم ماتشات اللي هم التوب فور في اوروبا، فدول مش يمكن ما يسافروش كمان بطوله البحر الابيض او يجوا من بره على طول على بطوله البحر الابيض على طول. فطبعا بطوله البحر الابيض هي بطوله انت عارفه مش مؤهله لحاجه، فكان دايما بيروحها فريق الشباب. فلما جه عندنا البطوله الافريقيه في مصر بدا يعني كابتن ايمن صلاح هو اللي ماسك المدير الفرق القوميه، فكر ازاي يلعب ماتشات، يعني يلعب ماتشات اي نعم هي مش ماتشات هاي كواليتي زي اوروبا، لكن الفرق اللي احنا هنلعبها في بطوله افريقيا اللي هي الجزائر وتونس والمغرب وطبعا وليبيا، وكان في تركيا بقى وفي صربيا وفي اسبانيا وفي ايطاليا، كل الحاجات دي طبعا ماتشاتها كويسه تقدر تعمل لك فتره اعداد كويسه او مباريات وديه كويسه. فان شاء الله احنا نكسب البطولتين ان شاء الله. يعني تونس في المجموعه عندنا في البحر المتوسط، في البحر الابيض اقول لك المجموعه، المجموعه تونس وسلوفينيا وصربيا و و و و و ومصر، مصر دي في مجموعة مصر. تونس المنافس الأول ليك في أفريقيا، يعني يعتبر من أقوى المنتخبات، من أقوى المنتخبات أو هو دايما اللي بيلعب معانا الفاينل. كانت الجزائر واخدة فترة الثمانينات بس بعد كده تونس ومصر هي اللي بتحاول تكسب العالم. فرقة الجزائر بتتحسن، يعني كنت هناك عشان كنا بنتفرج على الأوتيلات وعلى الملاعب. فرقة الجزائر عاملين لها معسكر وعاملين لها مدرب من فرنسا وبيحاولوا يرجعوا فرقة مجد الجزائر القديم. طبعا فرقة المغرب وفي فرقة أنجولا، يعني اللي هم الأربعة اللي هم المحطوطين على رأس المجموعات مصر وتونس والجزائر وأنجولا. وفي 14 فرقة مشتركين، فطبعا إن شاء الله يبقى ماتشات كويسة. يعني البطولتين تقريبا ورا بعض، يعني قريبين قوي من بعض. ده مش يعني ممكن غلط. شكل غلط لا هو حضرتك مش قصدي غلط، الرسم البياني بتاع اللعيب بيوصل للتوب فورم في الفاينل بتاع بطوله البحر الابيض وبعدين يبدا ينزل عشان يلعب بطوله افريقيا اللي هي اللي موجوده في مصر. فهو انت اخر ماتش في بطوله البحر الابيض يوم 6، خلي بالك بقى في 7 8 هيوصلوا مصر ان شاء الله، 9 10 يبدا 11 البطوله. هو هيلعب ماتشات الاول ضعيفه، الماتشات الضعيفه دي توصله لغايه اسبوع او 10 ايام. فان شاء الله يبقى الكيرف طالع ان شاء الله، يعني نامل. بس مش احنا بس بقى، انت والجزائر وتونس. ما انا كنت لسه هقول لحضرتك مش احنا بس فكره ان انت تقابل منتخب تونس قبل البطوله، انت هتقابليه مرتين يمكن. ما هو ده ما بيكشفش اوراق المنتخب، يعني اكيد برضو هم برضو بالنسبه لنا، ولكن دلوقتي بقى كله متصور، يعني حتى ماتشات تونس بتاعت بطوله البلد نفسها مصورينها، لعيبه تونس كلها بيلعبوا بره تونس، يعني بس ليه بيلعب في الدرجه الثانيه، يعني عندنا اللعيبه لازم نروح عندنا يعني الرولز لازم يروح يلعب في فريق بيلعب في الدوري الممتاز في البلد. بالظبط. هم بقى بيلعبوا في اي حاجه، دوري الدرجه الثانيه مش عارف ايه. يعني مثلا رحت تركيا طلعت تبع الاتحاد الدولي في حاجه كده، لقيت الجون بتاع تونس نمره 3 بيلعب في نادي، كان عندنا كاتونجا بيلعب في اسمه ايه ده، في بكتاش. طبعا بكتاش ده فرقه زي الاهلي والزمالك في مصر. ايوه طبعا. فهو بيلعب فرقه مثلا تطلع التاسع او العاشر في الدوري، وهم التوانسه الحقيقه منتشرين، لكن هم التجميع بتاعهم صعب، يعني لما بيجمع الفرقه بيبقى صعب. احنا عندنا الحمد لله اللعيبه بتيجي في الاوقات بتاعه الاتحاد الدولي بيتمرنوا مع المدرب بتاعهم اللي هو بروندو، وبيبقى
تدريبات كويسه والمباريات الوديه بنعملها كويس. لكن بقول لك ايه، البطوله دي محشوره يعني داخله في النص.